من آداب الإسلام أننا لا نتكلم في أعراض الآخرين، يعني تقول فلان طويل، فلان قصير، فلان أعمى، فلان يكذب، لا. لا تذكر الإنسان إلا بخير، لا تذكر بغير الخير. حتى وإن كان هذا فيه هو أعمى، هو أعرج، هو فقير، لا تتكلم بهذا إن كان هو حق، فما بالك لو تكذب عليه. جاء رجل إلى الحسن البصري، الحسن البصري إمام. من وراه منيح مجوب حسن البصري قد تجي إمام. وقال يا إمام فلان يتكلم فيك. هاي وراه نوك طبعاً نجيتها يا إمام من كمني نجي أمبي نعين. ماذا تصنع؟ لو جاء إليك رجل وقال فلان يتكلم فيك، إيش تصنع؟ نعين فدوج نج برسن بامير كمني مبراب جيون كامين ونعمني نجي أمبي جيون. أقل شيء تقول هذا ليس كذا وتتكلم فيه. يعني هاي نه كوجين نجيتها من نحن كمين سأيتي دالبين نجي بيرنن. الإمام البصري رحمه الله الحسن البصري قال لهذا، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أنت الذي أرسلك الشيطان، أنت رسول للشيطان. تاني أين من بان خيرتي رجع أين من بان خيرتي رجع ها أما يعني هذا الرجل يقول أنت من أرسلك لي؟ أنت أرسلك الشيطان. نعم تاني أين من خيرتي تاني أين من خيرتي نعم رسول رسول رب الشيطان لا شيطان بان بنجون نعم. إذا لو كل واحد يأتينا وينقل لنا كلام نقول أنت مع الشيطان، أنت أرسلك الشيطان، إذا لا أحد ينقل الكلام بيننا ونرتاح والله. جن بس أنت يجين أخني تنها نوم سمدي في منع طب منع نجي يقرأ في منع منع يجين نن كجي ركان نن كجي رسول رب الشيطان. إذن الإشكال كل الإشكال في نقل الكلام بين الناس. كبيرة من كبائر الذنوب ذكرك أخاك بما يكره، لا يمكن أن تذكر أهل الإسلام إلا بالخير. جنس ثبت نوك نوم جم نوم بسا ثم ثم تجين نجي أبي موي أم بي بو موي ربح جي هاي جن من أن يجي أم بي كي بانتي لك لين تا أم بي بركا لين أول أول.